وهو نوع من الطيور المهاجرة، مواجهة الطيور اليوم وبداية المباراة والكرة الأولى لمنتخب بوراندي. بوراندي هذه كرة مقطوعة من صالح المنتخب الوطني التونسي. المتابعة توسيع كرة بالعمق للموجود نعمة سلاتي، عالية الكرة. أيضا أيمن بن محمد عنده الكرة، يدخل على الرواق اليسار. أيضا الفرجاني ساسي أساسي اليوم وحذاري من الكرة البوراندية عند فاروق بن مصطفى. رجع الكرة نعم السليت، يلا السرعة مطلوبة. سيل الخميس يطلب الكرة ياخذها نعم السليت بكرة، يلا امسك 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 كرة عند الحارس. في الجديات نلقاو عناصرنا الوطنية بامتياز، وأكيد الشعب يريد الذهاب لبعيد في كان مصر 2019. الكل إن شاء الله ياخذها نعيم السليتي. الفرجاني السيسي يبدل على اليسار، كرة تونسية، يوسف المساكني، يوسف 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 المساكني داخل منطقة الجزاء. القليسي ما ياخذش الكرة، مجهود فردي ممتاز. هذه الفرصة الأخيرة ليوسف المساكني التمهيد وما خذاش، ثم مضايقة بين ثلاثة ملاعبية. ياسين القليسي واجب المنتخب الوطني التونسي، لكن نجمو سجلوا بدوي على اليمين. رام رام يمر ممتاز المرور التمهيد، كل لبسام يا بسام 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 بسام. فيها ضربة جزاء، فيها هذه ضربة جزاء، فيها ضربة جزاء، لكن الحكم ينظر بسام أسرار اللي شاهدتها ما تمش كلام من غير إعادة. بسام أسرار في المتابعة، وهذه ضربة جزاء، هذه ضربة جزاء. اعتراض كان لكرة القدم. هجم المنتخب الوطني التونسي نعيم السليتي، نعيم السليتي كرة ضايعة مرة أخرى، ضايعة للمنتخب الوطني التونسي. هذه الفرصة اللي ضيعها طه ياسين الخنيسي، ممكن كان ينجم يدخل داخل منطقة الجزاء، يفتح الزاوية ويصوب ويسجل باليسار. الخنيسي ضيع، وهذه باليسار من بسام ومش بعيدة. التصويبة اليسارية، العودة لياسر الصخيري. كل عناصرنا الوطنية في مناطق منتخب بوراندي. يوسف يوسف الفرجاني، فرجاني التصويبة والتألق من حارس منتخب بوراندي. صوب الفرجاني، تألق الحارس البوراندي، والنتيجة ضربة ركنية تونسية. يمشي التنفيذ نعيم السليتي، هذا العرض البطيء لعادة لتصويبة. ملعب أولمبي رادس، تتزايد الأعداد، أكثر من 25 ألف متفرج يتابعون هذه المباراة. هذه الصورة واضحة أمامكم على القناة الوطنية الأولى، وهذا المطلوب، هذا المطلوب للأمانة من جماهير المنتخب. تساند في آخر مباراة قبل التحول يوم الأربعاء القادم، إن شاء الله في مهمة ليست سهلة بالنسبة لنصور قرطاج، لكن نتمناو أن تكون إن شاء الله بالظفر من إلفيس كامسوبا على الجهة اليمنى. هذا من جانب الهجوم بالنسبة لمنتخب بوراندي. ما نساوش العمل الكبير اللي قاعد يقوم به في استوعى عبد الرزاق، وكذلك رقم 9 سايتو براي مراد الكورة. وماذا يقول حكم المتابعة والركنية؟ هذه كرة وتسديدة من رقم 22 كريستوف انتوات تمشي للركنية. لأول مرة في كان 2019 نفهم وان الأمور تغيرت. هذه كرة القليسي، وثم مخالفة وثم الانذار. يتدخل الغندور، كرة سريعة في اتجاه طه ياسين القليسي، والانذار من مرمى حارس المنتخب البوراندي. هذا الإعادة، المخالفة، المسك واضحة، ضربة المخالفة لصالح المنتخب الوطني التونسي. التدخل لتنفيذ ضربة المخالفة. يوسف المساكني، ويتدخل حارس المنتخب البوراندي، حط الكرة في الركنية. يلعب في فريق كان زامبي، من أبرز الفرق الزامبية، حتى عنده مشاركات على مستوى القارية، على مستوى كأس الاتحاد الافريقي. حذير سليتي، سليتي نعيم، نعيم ممتاز، يتراقص يتلاعب بمدافع منتخب بوراندي. الزم التوزيع الان تمهيد، هذه كره بسام، الى بسام، بسام قد يفعلها المنتخب التونسي، قد يفعلها الصخيري. تضرب في جوستين حارس مرمى منتخب بوراندي، ثم نصف طايره كيما جات خذاها. هذه كره التوزيع على بسام، بسام قاعد يعمل في مباراه ممتازه لحد الان. بسام فيها ضربه جزاء، فيها ضربه جزاء، ضربه جزاء لثالثه. مدافع
المنتخب البولندي. ياسين مرياح في التنفيذ، ياسين مرياح، ياسين مرياح على العرض، على العرض، ضاعت عليك ياسين مرياح على العرض في ملعب السويس. بينما أول مباراة لمنتخب بولندي ستكون ضد منتخب النسور المنتخب النيجيري في ملعب الإسكندرية، وينهيها أحمد الغندور المصري يعلن نهاية الفترة الأولى بالتعادل. منتخب بولندي 0-0 شاهدناها في الشوط الأول مع ضربة جزاء مهدورة ضيعها ياسين مرياح في دقيقة 45، وانطلاق الشوط الثاني بالصفر المصري الحكم أحمد الغندور ضد منتخب بولندي. ونذكر أن أولى مقابلات المنتخب الوطني التونسي في الكان يوم 24 جوان الجاري ضد المنتخب الأنغولي. هذه كرة حذاري، حذاري من بولندي، حذاري، قد يباغت، لكن مشيت الكرة في دين الحارس فاروق من مصطفى، قد يباغت المنتخب البولندي. كرة لعب المنتخب الوطني التونسي، نعيم النسليتي يستعد للتنفيذ، كرة داخل منطقة الجزاء، تسويبة مرت أمام هجمي منتخبنا ومدافعي بولندي، ممكن ضربت في الفرجان ساسي لمسها، وضربة المرمى كانت قوية من نعيم النسليتي أو استدام بالمدافع. صالح المنتخب الوطني التونسي، يلا ما تمش مخالفة كل غندور، نعيم النسليتي هذه كورة، يلا 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 وينو، هذه كورة الثانية، الثانية إن شاء الله يوسف، لا هذه كورة نعيم النسليتي عالية عالية عالية، كرة نعيمة السليتي كانت ممكن تكون ثابتة لولا من يوسف المساكني، ضيع المنتخب الوطني التونسي للأمانة. ما ياخذهاش الفرجاني، واضح أنه الفرجاني غير جاهز 100% وحذري، ويتدخل بامتياز فاروق بن مصطفى، وقع اختياره أحسن حارس مرمى في الدوري السعودي. ينبه باحترام الأمتار القانونية لدفاع المنتخب البولندي. بسام، يلا بسام، بسام أصدار في تنفيذ، هلا مخالفة إن شاء الله تأتي بالجديد، إن شاء الله كرة في شباك بولندي، هذه كرة عالية بعيدة بعيدة يا بسام، بعيدة يا بسام، يا أصدار في كورتك على مرمى جوستين ديكومانا. عندما نوصلوا لل 30 متر الأخرى في مناطق المنتخب البولندي، أيمن بن محمد يفسق المدافع، عرضية عرضية، الكرة الثانية، الهدف الأول، الهدف الأول، طه ياسين الخميسي يفتتح باب التسجيل، يرسم البسمة على شفاه التونسيين، على شفاه جمهور المنتخب الوطني التونسي. هدف أول للمنتخب الوطني التونسي، هو فرحة كبيرة في المدرجات. كرة ثانية وكما جات، تسويبة قوية من طه ياسين الخميسي، طه ياسين جول، هو الهدف الأول للمنتخب الوطني التونسي في 22. إلى محمد أميسي، أميسي، الانتباه بالمحمد، التوزيع ومقطوع الكرة من الدفاع، برافو مرة أولى، ثم الثانية، الضغط من بوراتا، حذاري، برافو فاروق بن مصطفى، فسخ هدف. والتدخل كان حاسم من فاروق بن مصطفى. قلنا منتخب ليس بالسهل. التسويبة، نعيم النسليتي، تمريرات قصيرة، يوسف، يوسف المساكني قريب من الثاني، كشريدة من اليمين، كشريدة يوسف المساكني، هل يكون الثاني، يضرب البدري. بعد زوز انتصارات ضد العراق، هدفين مقابل صفر، ضد كرواتيا وصيف بطل العالم، هدفين مقابل هدف، وهذه مرة، وهذه في الشبكة، وهذه في الشبكة، هذه في الشبكة، باغت فاروق بن مصطفى، باغت فاروق بن مصطفى يعدلها المهاجم، يعدلها لاعب المنتخب البولندي. أمامكم مع صورة، سدد وباغتنا وباغت فاروق بن مصطفى، والعمل الكبير اللي قام به سايدو برعينو سيدريك. يمر في الأولى، بحث عن المرور في الثانية، ياخذ الكرة، لعيب لعيب لعيب، والثاني للمنتخب الوطني التونسي،
والثاني للنسور، الثاني عن طريق نعيم سليتي. فنيات كبيرة، مباراة عالية، يفسخ الأول والثاني والثالث ويحط الكرة في الشبكة. الثاني المنتخب الوطني التونسي في كان مصر 2019، وإن شاء الله الاختيارات الفنية تكون طيبة كذلك. دعنا جراس وحذر، مرت سلامات على دفاع المنتخب الوطني التونسي من عبد الرزاق فيستون، مهاجم شبيبة القبيلة الجزائري، ضربت على القائم الأيمن.